لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كابول عبد الله نادر مراسل الغد. عبد الله، إذا إقليم بن قشير هل سيكون العقدة لحركة طالبان كما كان عليه الأمر في تسعينيات القرن الماضي؟ مقاطعة بنشير تقع في وادي بنشير، وهذا الوادي صعب جدا للسيطرة عليه. حاول طالبان في التسعينات من القرن الماضي ولم تستطع السيطرة عليها. في وقت كان طالبان قد استولت آنذاك على 90% من أفغانستان، والآن بقيت هذه المقاطعة كذلك خارج سيطرة طالبان. وكان آنذاك يعني في التسعينات من القرن الماضي كانت قوات أحمد شاه مسعود تسيطر على مقاطعة بنشير وكذلك على المقاطعات التي تجاور مقاطعة بنشير كبدخشان وقندوز وتخار. أما هذه المرة فتختلف القضية اختلافا جذريا، وهي أن طالبان تسيطر على كل أفغانستان بما فيها مقاطعات التي تحيط بمقاطعة بنشير، وبالتالي يعني بالتالي من الممكن جدا أن تسيطر هذه المرة على مقاطعة بنشير طالبان بكل سهولة، وذلك بمحاصرتها من كل الأطراف الأربعة. ومقاطعة بنشير مقاطعة صغيرة ليس سكانها بكثافة كبيرة، وإذا ما حاصر طالبان هذه المقاطعة فمن الممكن سيطرتها، ولكن يبدو أن الحرب ومحاصرة هذه المقاطعة ستمتد إلى أشهر كثيرة إن لم تتنازل أي من الطرفين للآخر. يبدو أن مسعود الابن هو شاب قد تعلم، يبدو أنه لم يخوض حربا مع طالبان، وهو يدرك أن طالبان تحيط بالمقاطعة، وطالبان نفوذها في تلك المقاطعات كذلك كبير. لكن عبد الله، مسعود الابن كما تشير صرح أكثر من مرة أنه لن يسلم بن قشير إلى طالبان بسهولة. ما المتوقع إذن من خلال متابعتك الميدانية؟ هو كذلك كرر اليوم بأنه من الممكن أن يصل مع طالبان إلى اتفاق عبر المفاوضات، وهذا باب مفتوح من طرفه وطرف طالبان كذلك. طالبان لا تريد الحرب وهو لا يريد الحرب، هو يريد أن يحل المشاكل التي العالقة بين الطرفين عبر المفاوضات، وإن لم تجد المفاوضات فهو كذلك مستعد للحرب مع طالبان إلى ما لا نهاية. وهو أيضا صرح قبل يومين بأنه يمتلك من الذخيرة والأسلحة والعتاد قدرا كبيرا، وهو احتفظ وأبوه كذلك احتفظ بهذه الأسلحة وبهذا العتاد لحرب طالبان. وبالتالي تفاصيل هذه الحرب وهذه المحاصرة وهذه المقاطعة لحد الآن ليست معلومة، وقريبا ستخرج وستظهر تفاصيل هذه المحاصرة. وطالبان في العاصمة كابول اليوم كان عباد طالبان في الشوارع قليلا جدا، فيما فسر الخبراء بأن مقاتلي طالبان ارتحلوا من العاصمة كابول لمحاربة مسعود في مقاطعة بنشير. وبالتالي بعد أيام ستظهر القضية بكل وضوح ما إذا هاجم الطالبان هذه المقاطعة. الأمر إذن عبد الله متوقف على المفاوضات ونتائجها؟ نعم، الأمر الآن متوقف على المفاوضات ونتائجها. أيوة تماما نعم. هو متعلق بالمفاوضات ونتائجها. نعم، في حين وصلت مقاتلو وطالبان إلى المقاطعة نعم. أمس مؤخرا. نعم، أشكرك جزيل الشكر، سنبقى معك في متابعة. عبد الله نادر مراسل الغد، كنت معنا من كابول.